هنشوف. انا قلت لهم يعني يا فوق المتوسط يا عالي كده. قالوا طب هنحاول، بس هم كانوا بيكلموني على المندوب عالي، فقلت لهم مش هنحضر له. عايزين بقى ايه؟ شهاده ميلاد، المعامله العسكريه، صور بطايق، صور شخصيه، استاذ احمد من الاردن. اهلا بيك. طيب ماشي. الشقة هنا ب 2 مليون دولار، 40 مليون مصري تقريبا. تمام يا ريس. بيدفنوا الانجليز. كانوا بيدفنوا الانجليز دي فعلا، وعلى فكرة الانجليز والستات ده بيت ريا وسكينة. كانوا ياخدوا منهم الذهب. دي القصة الحقيقية اللي صارت في اسكندرية. ده بيت ريا وسكينة يا اخوانا. امال فين حسب الله؟ فين حسب الله يا حاج؟ حسب الله بيقول لك. قول له حسب الله كان قاعد هنا وماشي خلاص اهو، وده الاسم اهو. قدام على اليمين يا عم. ودي كانت ارضهم. هنا هنا كانت ارضهم، هنا كانوا عاملين قهوه وحماره.
حطينا قهوه وخمره كنا عاملينها هنا. قلت بقى الكاميرا عشان اوريك اسم الشرطه اللي قبض عليه. يا دوبك دبوسين يعملوا دماغ. ايوه ما انا عارف انه غلطان، هو بيقول اي كلام. انا عارف بقى بيترا وسكينه الفعل اي كلام. لسه قدام بقى وسكينه. قول له انت بتكتب على النت كده شوف انه بيت اللي هيجي لك بيتهم ده ولا لا. دي منطقه اسمها حاره اليهود. حاره اليهود صور فيها انا مسطر حاره اليهود، وكان فيها يهود عايشين فيها. دي كان فيها يهود عايشين فيها زمان. مسطر فيها مسطر حاره اليهود بتعمل لها شلبي. مرحبا يا شيخ فوزي، حياك الله يا ابا عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا ام انس. دي فسحه على شرف اخينا الكريم ابو الامين احمد بن هاشم. ايه المسجد الحلو ده؟ مسجد الجمرك ده. مسجد الجمرك. تبع الجمرك هنا المينا الشرقيه. مسجد ما شاء الله شكله جميل، لسه متجدد وطرازه جميل. الخير معقود فينا وفيها الخير الى يوم القيامة. اللهم امين. الاسكن ده شارع ايه ده؟ دي السكه الجديده داخلين على المنشيه وزنقه الستات. شارع السكه الجديده وداخلين على المنشيه وزنقه الستات. بلاش زنقه العدس، حد يفهم زنقه الستات دي غلط. هي منطقه يا اخوانا اسمها زنقه الستات. بس دي مشهوره قوي. انت من هنا اشرف ولا ايه؟ ما اشرف شكله من هنا. ماشي يا صلاح الدين. ربنا يكفي الحصان شر نقل. ايوه عمود كده جاي في النص، انا مش عارف هو عمود ايه، بس ده ان شاء الله نعملوه خازوق نقعدوا عليه مارك لاند. اهو انا عاتمه من فوق. هو شفتوه اظن ظهرت اهو معلم ظهرت. العيال قاعدين يشتموا فينا وزعلانين ان ابو الامين هنا في مصر، عمالين يشتموا في الراجل. يا ولادي الستات بقى. طلع عليها فيلم هذا زنقة. زنقة الستات. كانوا كلها اواعي حريمي. كلها ملابس ستاتية.
ليه يا حاج؟ طب هنعمل ايه بس؟ يا دوران سوق ليبيا. ماشي يا عم، انا هبعت كلكم عارفين اسكندريه وانا اللي لا، كلكم معلمين فيها وانا ام عيالي يعني. ايوه شارع النصر، هو عندنا شارع النصر وباب 10 حاجه، هو قال شارع النصر وانا داخلين على وباب 10. ولا تقول لي اوروبا ولا فيينا ولا النمسا ولا بتاع، انت بالاسكندريه يا عم الحاج، انت بالاسكندريه بس بعد ما خربوها وبوظوها وضيعوا معالمها الا من رحم الله. سرايا الحقانيه، اي سرايا الحقانيه. لسه محمد عامل فيها ولا عشان بالمنشاية؟ ولا الشارع بتاع اخر بند المجهول يا شباب، انا مش تايه عليك بند المجهول ده، تمثال محمد علي باشا، تمثال محمد علي باشا، ده محمد علي بس بعد ما ادوله الحصان. ما تصورش الناس يا عم، عادي. طب احنا فين هنا؟ احنا فين هنا؟ احنا فين؟ احنا واقفين عند جندي مجهول. هو في جندي مجهول؟ في جندي مجهول برضه؟ انت ما جتش ليه؟ مش كنت بتقول هتيجي يا يوسف تصلي معاك جمعة؟ ما جتش ليه؟ اجي الاسكندرية. كنا الصبح في منظرة، احنا خدناها الوسع، احنا جايبينها من اول المنتزه لغاية بحري. مكتبة اسكندرية قبل العصر كده يوصل بحاجات بسيطة. قام يصور على اوه يا
انا بصور، هو الفيديو ده هيبقى موجود على الفيسبوك.